جيت عندكم وقبلوا عليا. غادي نهضر لكم على هذا الماسك اللي غادي نشارك معكم. حتى هو راه زوين بزاف 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 بزاف. هذا راه غادي نردو ها هو غادي نحيدو وغادي نجي نشارك معكم هذا الماسك اللي غادي نقول لكم عليه. حتى هو عندي البنات غادي نهضر لكم بعدا على البيض البلدي. بزاف مفيد بزاف 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 لا بالنسبه للبشره ولا الشعر. حتى هو دابا نحط لكم الوصفه ديال البيض البلديه ديال الشعر. دابا نحطها لكم حتى هي ان شاء الله باذن الله. وزوين للشعر وزوين للبشره وزوين للصحه وزوين للقلب. يعني فيه النافعه بزاف بزاف. اي حاجه درتي فيه البيض البلدي راه كيصلح ليه. و المهم بعدا انا راه عزيز عليا كنستعملو دائما في الدار. ها عندي البيضة بلدية، عندي هنا الروز مطحون، عندي هنايا الفول مطحون، وعندي هنا الحلبة مطحونة، وعندي هنا معلقة حبد النيدو، وعندي البنات غادي نخلط هاد كل حاجه غناخذ فيها نص المعيقه. وغادي نصيب هاد البيض البلدي. راه ما غادي ماشي غير الصفر، غنخلط كامل الصفر والبيض. وغادي نقول لكم على هاد القشور ديال هاد البيض البلدي. هاد سميتو القشور ديالو حتى هو راه نافع بزاف الا جبتو الا سميتو استعملتوه وجبتوه وخليتوه شويه يبس فشي بلاصه اللي ماشي في الشمس ولا غير فشي بلاصه تكون محطوط تنشف مزيان من الداخل ديال البيض. يعني جوج بيضات ولا ثلاثه البيضات هزوا القشور باش ما كان جمعوا هاد القشور ديال البيض البلديه. غتهزوا هاد البيض هاد القشور تاع البيض وغتخزنوه وغديروا حتى هو طحنوه مزيان وغديروا مع الحليب النيدو. حتى هو راه مفيد بزاف 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 للبشره ومفيد بزاف الا درتيه في العصير ديال الليمون بالنسبه لوليدات. كيطول بالنسبه للدراري اللي ما كيطوالوش كيطول هذا سميتو. اللي عنده اللي ما عندوش المناعه يحطوا في الليمون ولا يحطوا في الماء في شي قرعه ديترو ديال الماء ويفات في داك الماء والصباح يصفي وكيشرب داك الماء. كيقوي بزاف المناعه بالنسبه للدراري اللي كيلعبوا الكره ولا الرجال ولا العيالات ولا العيالات الكبار في السن. يعني بزاف بزاف نهضر لكم على مازال غادي نحط لكم ان شاء الله الفيديو ديال البيض البلديه بزاف راه فيه المنافع بزاف بزاف. المهم انا دابا هاد البيضه غادي نهرسها وغادي نهز الصفر والبيض والداخل المهم البيضه كامله. وغادي نهز المعيقه من هاد الحليب النيدو عفوا من الرز معيقه ديال الرز مطحون. وغادي نهز المعيقه ديال الحليب النيدو وغادي نهز المعيقه ديال الفول وغادي نهز المعيقه ديال الحلبه مطحونه. بسم الله على بركه الله. انا غادي نبدا معكم البنات. كنصحكم على هاد الماسك بزاف راه زوين بزاف بزاف. وملي غادي نخلطهم البنات كاملين فهذه وغادي نزيد المعيقه ولا جوج معالق ديال الماء ورد. هو راه عندي هو راه صيبتو باش نقول لكم هذا كيبقى حتى سيمانه في الثلاجه. هذا راه ديجا صيبتو يلا يومين. هادي فاش صيبت هاد الزيت اللي قلت لكم ها هي. وجيت صيبت حتى هذا ديال البيض. ها هو البنات فين دايره ما كيتقلى الريحه لا حتى حاجه. كيطلع زوين وكيبقى حتى 5 ايام حتى 6 ايام باش المهم راه ما كيخسر ما والو. المهم يكون شي قرعه تكون نقيه وناشفه من الماء. ها هو البنات هو راه صيبتو هو راه غير جيت نشاركها معكم عطاني النتيجه بزاف وبغيت نحطها لكم حتى نتوما باش تستافدوا منه. وهادشي اللي عليا يا البنات بسم الله. انا غادي نشارك معكم هاد هذا اللي قلت لكم هاد القشور ها هما دابا هادو غادي نحافظوا عليهم. ولكن البيض البلدي ماشي البلدي البيض العادي. غادي نهز المعيقه تاع الرز وغادي نهز المعيقه ديال الحليب وغادي نهز المعيقه ديال ما تكونش عامره ديال الحلبه
وغادي نهز المعقه ديال الفول، ولكن البنات غتجيني هاد الجبانيه اللي جبت جاتني صغيره، غادي نحطها غير هنا باش ما تخرجش ليا في فاسمتها. غادي بسم الله هكا البنات، جبت هاد الجبانيه جاتني شويه صغيره، كما قلت لكم هذا غيبس عندكم طس سيمانه من فوق سيمانه 10 ايام، وما تخافوش زعما لا يخسر ولا يضيع ولا تكون فيها شي زعما شي ريحه، ولا يخسر لكم البشره ديالكم لا بالنسبه للوجه ولا اليدين، يعني فين ما حطيتوا هذا الماسك راه ديك الساعه ملي كتغسلوا تخليوه واحد 10 دقائق ولا حتى 15 دقيقه حتى ربع ساعه، ما تخافوا منه حتى حاجه، وغتغسلوا بالصابون ديال الحجره وغتغسلوا بالماء بارد، ما تغسلوش بالماء دافي، ان البشره راه كتكون حساسه كتبغي لنا هذا الماسك الا حيتي كتحسي الا غسلتي وجهك كتحسي بالبشره ديالك سخونه، كتحسي بوجهك مزني، كتحسي به بحال الا عاد خرجتي من الحمام، يعني بحال الا المهم كتحسوا بالفرق بزاف وكيعطي نتيجه بزاف بزاف بزاف. غير انا راه جبت معايا هاد البصير وجاني شويه صغير، لكن ماشي مشكل البنات، غادي نضطر نمسح هذا الشيء اللي طاح لي هنا ماشي مشكل. راه غادي نزيد كما قلت لكم، غادي نزيد جوج معالق ديال غادو كيخمر، راه كتشوفوا غادو كيطلع، حتى الا لقيتوه زعما ناشف من جاكم شويه قاسح في الطاسه فاش درتوه، الا بغيتو ديروه وجهكم بقا زيدوا ليه الماء برد باش ما كي حنت الحلبه كتشرب والروز كيشرب، يعني الفول كيشرب، يعني الا لقيتوه مجموع زيدوا ليه الماء برد، ما تخافوا منه والو، الماء برد راه زوين. ها هو دابا البنات ها هو كيفاش كيجي، راه غير انا عذبت راسي بهاد الجبانيه اللي جبت صغيره، وماشي مشكل انا راه عندي غير كيما قلت لكم غير بغيت نشاركها معكم. ها هو البنات ها هو كيفاش كيجي كيما قلت لكم، باش ما كيجيكم قاسح الا داز يومين ولا 3 ايام كتبغي ديرو وتلقاوه ناشف زيدوا ليه الماء ورد. كما قلت لكم ها هو راه هو دابا راه قاس عندي هذا، ولكن الا بغيت نزيدو نديرو راه غادي نزيد عليه الماء ورد. دابا انا غادي نرد هذا على هذا اللي صوبت دابا، ان هذا صوبته غير يلاه يومين هذه باش صوبته هو، وهذا ديال الزيت انا راه غنوريكم. ها هو البنات كيفاش كيجي، صدقوني البنات راه والله غتحسوا بالفرق بزاف بزاف. انا غادي ندير شويه ليديا، ولكن غادي نرد هذا الشيء بزاف على الطاسه باش ما يطيحش ليا، وغادي نخلي شويه اللي غادي ندير يديا باش نشوفها معكم، سمحوا لي. ها هو انا غادي ندير شويه ليديا، غنخلي واحد
10 دقائق هكا ولا ولا المهم الالم اش قديتو حتى ساعه ولا ساعه ونص من يمرا ما تخافوا منه حتى حاجه من كل شيء لا عنقكم ولا وجهكم ولا يديكم يعني اي ما حطيتيه كيبان الفرق الا غسلتي كيبان الفرق فين حطيتيه وكيبان الفرق فين ما فين ما وصلتوه لي بحال مثلا انا خليت هنا الا درته هنا وخليت هذه البلاصه غادي يبان لي الفرق الا غسلت غادي يبان لي الفرق هنا ابيض وهنا اسمر. ها هو البنات غنخلي واحد شويه ونرجع لكم وغنغسل يدي وها انتما اجي